واحد بيقول انا صاحبة واحدة ست، انا صاحبة سؤال الاسبوع الماضي الذي ارسلته عن الكذب عن الكتب، عن الكذب وقلت انني اكذب بغير ارادتي، وقد قلت ليك صدقكم ان ذلك الكذب هو بارادتي، وانا اريد ان اعرف ما هي الخطايا التي نصنعها بارادتنا والتي نصنعها بغير ارادتنا. انا قلت في فرق بين الارادة وبين الضغوط الخارجية. الانسان اللي يحب ربنا واللي قوي في روحياته مهما كانت الظروف الخارجية ارادته لا تنحرف نحو الشر. يعني يوسف الصديق كانت في ظروف خارجية ضاغطة عليه من سيدته، ولو انه خالفها هينتهي به الامر الى مؤامرة والى انه يتسجن ويفقد وظيفته وكل حاجة، ولكن كان عنده الارادة القوية اللي رفض بيها الضغوط الخارجية ورفض بيها الخطيئة. صاحبة السؤال بتاع الاسبوع الماضي كانت بتقول انها بتشتغل ورئيس العمل جايز بيضطرها انها تكذب، يعني تقول مثلا انه مش موجود وهو موجود. انا قلت لها ممكن تشوفي اجابة وسط ما تكذبيش فيها وما تزعليش الرجل فيها، لكن برضو الكذب هو كذب وبالارادة، يعني بالارادة. بتقول ايه؟ عايز اعرف الخطايا التي نصنعها بارادتنا والتي نصنعها بغير ارادتنا. اللي نصنعها بغير ارادتنا اللي تكون فيها الارادة منعدمة تماما، الارادة منعدمة تماما، لكن الحكاية بتاعتك انت في ارادة، يعني بكامل ارادتك بتطوعي رئيس العمل وبتكذبي. في حاجة في الوسط اقدر اقولها لصاحبة السؤال، في اعمال ارادية واعمال غير ارادية واعمال شبه ارادية او نصف ارادية. زي ايه مثلا؟ زي واحد يغلط في حلم من الاحلام وما فيش عنده ارادة اثناء الحلم وغلط، حلم فيه خطية، لكن دي بنسميها شبه ارادية لان الغلطة اللي في الحلم سببها مشاعر سابقة للحلم مش مظبوطة او رغبات في اليقظة مش مظبوطة، خزنت في العقل الباطن اشياء مش تمام كان نتيجتها الحلم، فهي مش ارادة كاملة ومش عدم ارادة لكن شبه ارادية. لكن الاعمال اللي صنعناها بغير ارادتنا هي الأعمال اللي تكون الإرادة فيها منعدمة.